كتشوف واحد استاذ اليد باليد وحدتنا لازم تصمد، استاذ اليد باليد وحدتنا لازم تصمد، استاذ اليد باليد وحدتنا لازم تصمد، استاذ اليد وحدتنا لازم تصمد، استاذ اليد وحدتنا لازم تصمد، وحدتنا لازم تصمد، يا أستاذ الكليات وحدتنا لازم تصمد، يا أستاذ الكليات وحدتنا لازم تصمد، الأستاذ الكليات وحدتنا لازم تصمد، الأستاذ الكليات وحدتنا لازم تصمد، 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 حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني، وعلى الجينة واحتجينا نجينا وحتجينا، والقريش اللي بغينا والقريش اللي بغينا، وعلى الجينا وحتجينا وعلى الجينا وحتجينا، والقريش اللي بغينا والقريش اللي بغينا، وعلى الجينا وحتجينا وعلى الجينا وحتجينا، والقريش اللي بغينا والقريش اللي بغينا، وعلى الجينا واحتجينا واحتجينا، والقريش اللي بغينا والقريش اللي بغينا، وعلى الجينا واحتجينا واحتجينا، والقريش اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا، والقريش اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا، والقريش اللي بغينا وعلى الجينا واحتجينا، والقريش اللي بغينا والقريش اللي بغينا ورجينا وحتجينا، والقريش اللي بغينا ورجينا وحتجينا، والقريش
الجينا اللي بغينا الجينا الجينا الاوريجين اللي بغينا وعلى الجينا وحده الجينا الاوريجين اللي بغينا وعلى الجينا وحده الجينا الاوريجين اللي بغينا يا نساء يا رجال التعليم اتحدوا في النضال لتحطيم الإذلال يا رجل ولا مدة سوى اليوم سوى غدا أوريجين ولا مدة خدام بليكي وخدام بليكي وخدام بليكي وخدام بليكي وخدام بليكي وخدام بليكي وخدام بليكي قرش الواحقي خدام بليكي قرش الواحقي حيوا جموع الجماهير حيوا الأستاذ المنابل 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 حيوا جموع الجماهير أنت وإن قال الزمان لابد يوما تنتصر ستنتصر أنت وإن قال الزمان يوما تنتصر ستنتصر ستنتصر من تنتصر ستنتصر كن مطمئنا يا أستاذ أنت الصمود المستمر 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 تحية نضالية شغيلة التعليمية 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 تحية نضالية شوف 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 مزيان مقصية والمقصيين في الميدان شوف 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 مزيان مقصية والمقصيين في الميدان شوف 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 مزيان مقصية والمقصيين في الميدان مزيان المقصيات والمقصيات في الميدان شوف 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 مزيان المقصيات والمقصيات في الميدان على الزينة وحتى الزينة على الزينة وحتى الزينة على الزينة وحتى الزينة على الزينة
وحتى الزينة الأوريش اللي بغينا على الزينة وحتى الزينة الأوريش اللي بغينا على الزينة وحتى الزينة الأوريش اللي بغينا على الزينة وحتى الزينة الأوريش اللي بغينا زينة وحتى الزينة الأوريش اللي بغينا احنا من الان سننتقل الى كلمه الموسيقيه الاقليميه للعرائش ويلقيها المنسق الاقليمي بمدينه العرائش الاستاذ يوسف الرواس. فليتفضل. اذا عموما تحيه نضاليه لي. صباح النور. شكرا للحضور الكريم. تحيه نضاليه عاليه لكل المقصيات والمقصيين باقليم العرائش على انجاحهم لهذه المحطه النضاليه من خلال خوضهم الإضراب الإنذاري وتجسيدهم لهذه الوقفة الاحتجاجية. تحية لكل الإطارات النقابية على دعمها ومساندتها في إنجاح هذه المحطة النضالية. تحية للتنسيقية الإقليمية بالعرائش لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، وكذا التنسيقية الوطنية وباقي التنسيقيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع المملكة على ما يبذلونه من أجل انتزاع حقهم العادل والمشروع. بداية نهنئ أنفسنا وإياكم على النجاح الباهر الذي عرفه الشكل النضالي المتمثل في حمل الشارة وكذا خوض الإضراب وهذه الوقفة الاحتجاجية. إننا كمقصيات ومقصيين من خارج السلم بإقليم العرائش نؤكد على مطلبنا العادل والمشروع والمتمثل في فتح باب الترقي إلى خارج السلم. بالنسبة لكل من أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الإعدادي، ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وذلك وفق الشروط النظامية المعمول بها حاليا وبأثر الرجعي، إسوة بزملائنا في القطاع وفي الوظيفة العمومية، وذلك من خلال إصدار مرسوم تعديلي للنظام الأساسي أو الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لجميع الفئات. ونطالب الوزارة والحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة والاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة. كما نطالب الإطارات النقابية برفع مستوى التعبئة للدفاع عن مطلبنا العادل والمشروع وجعله ضمن أولويات مطالبها والعمل على انتزاعه. إننا كمقصيات ومقصيين نجدد تضامننا اللامشروط والمطلق مع نضالات الفئات التعليمية حتى تحقيق جميع مطالبها. كما نطالب الوزارة الوصية والحكومة العمل على صون المكتسبات والقطع مع سياسة التراجعات، ونؤكد استعدادنا للوقوف سدا منيعا أمام المخططات التي تهدف إلى ضرب المدرسة العمومية. كما نؤكد دعمنا ومساندتنا لجميع الفئات. إن التنسيقية الإقليمية بالعرائش
تدعو جميع المقصيات والمقصيين من خارج السلم إلى رفع منسوب التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة، كما تدعوكم للالتفاف حول التنسيقية ومواصلة التعبئة الشاملة من أجل انتزاع مطلب خارج السلم. وما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال. عاشت التنسيقية للمقصيين من خارج السلم إطارا مستقلا مناضلا وديمقراطيا، ودمتم للنضال أوفياء. صامدون 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 أورش المطالبون أورش المطالبون صامدون صامدون أورش المطالبون صامدون صامدون أورش المطالبون صامدون صامدون أورش المطالبون. تحية نضالية لكل الحضور، وموعدنا إن شاء الله في محطات أخرى بحول الله.